السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. جبت لكم وصفة اليوم هي اللي كيش تاع الدجاج، ان شاء الله تعجبكم في هذا الشهر الكريم وتجربوها وتكتبوا لي كومنتير. بما تنساو تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. نبداو بالمقادير حبيباتي. بصلة متوسطة الحجم مقطعة الى قطع صغيرة، زائد حبة طماطم مقطعة كذلك، قليل من الجبن الأبيض مقطع، علبتين من الياورت الطبيعي، اثنان علب كما تلاحظوا حبيباتي، بيضتين، جبن مبشور، ونصف صدر من الدجاج. بالنسبة لعجينة الكيش حبيباتي نبدأ في المقادير. كأسين كبيرين من الفرينة ونصف، هاو كأس تاعنا حبيباتي كبير، لأن الوصفة تاع اليوم عائلية تكفي ما بين 5 إلى 6 أفراد أو 7. نصف كأس من الزيت متوسط الحجم وكأس من الماء. نبدأ حبيباتي في تحضير حشوة الكيش ثم نقوم بتحضير العجينة. نضع المقلاة على النار، نضع البصلة تاعنا حبيباتي، نبدأ في التحريك جيدا. حتى يذبل البصل ويدخله كما يقولوا طياب. هاو حبيباتي نخلط جيدا، ثم نضيف حبة الطماطم بدون ما ننسى التوابل تاعنا حبيباتي، الملح، فلفل اكحل، ورأس الحانوت. نستمر في التحريك الجيد حتى تدخل المكونات جيدا في بعضها، ثم نضيف الدجاج تاعنا. هاو حبيباتي الدجاج تاعنا بدا يدخل له الطياب، نخليه نحرك جيدا المكونات حتى يطيب مليح مليح. هاو حبيباتي نقص عليها في النار ونخلي نغطيو عليها ونخليوها تكمل طيابها. في هذا الوقت نروحو نحضروا عجينة الكيش تاعنا. نبدا حبيباتي على بركة الله، نحط الكيس تاعنا الاول، الثاني، ونصف، زائد نصف كيس من الخميرة الحلوى. منديروشو كامل حبيباتي، نديرو نصفه فقط، اي ما يقدر بملعقة كبيرة من الخميرة. نضع الزيت تاعنا في الوسط، ونحرك المكونات بدون ما ننسى حبيباتي نصف ملعقة صغيرة من الملح باش ما تجيش العجينة تاعنا مسوسة. نبدأ في الخلط الجيد، نبدأ نضيف لها الماء بالعقل كما قلت لكم، قدر ما نديروش كأس كامل حتى تتلم فقط، نتحصل على عجينة ما هيش طرية وما هيش يابسة. هاي حبيباتي العجينة تاعنا تلمت، هاو الماء تاعنا ما كملناشو الكأس بكامله كما قلت لكم، نلمها مليح مليح بدون عجن، نضعها في سيلوفان وندخلها في الثلاجة ترتاح. هكذا كما تلاحظوا حبيباتي نحطها في هذا الكيس وندخلها في الثلاجة لمدة 5 دقائق فقط ترتاح. في الوقت هذا نروح نشوفوا
الخلطة تاعنا اللي على النار. هاو الحبيباتي الدجاج تاعنا يبان طار ناشف، تعمدت اني ندير الطماطم باش يعطي للكيش نوعا ما من الاحمرار. صدقوني انه يجي كيش روعة روعة وروعة. تحضير الخلطة تاعنا اللي رايحين نحطوها فوق الكيش، نوجدوها. نحط البيضتين اولا، بسم الله. نضع العلبتين تاع الياغورت الطبيعي اللي قلت لكم عليه. نبدا في خلط البيض مع الياغورت جيدا، ثم نضيف قطع الجبن ما نزيدوش الملح حبيباتي لان الجبن مالح، والخلطه تاعنا اللي طيبناها. ثم ناتي بالدجاج تاعنا اللي حضر ونضعه مع الخلطه الاولى. نستمر في ادخال المكونات جيدا في هذا الخليط جيدا، ثم ناتي بالعجينه تاعنا ونكمل. هاو حبيباتي العجينه تاعنا خرجناها من الثلاجه، نبداو نحلوها بالحلال اليدوي. شوفوا كيفاش تمشي، الله يبارك. حقيقة انها عجينة روعة في صنع الكيش، لا زبدة ولا بيض. هاو حبيباتي نحلها حتى يصبح سمكها تقريب 1 ملم. نديروها رقيقة على خاطر فيها الخميرة كما قلت درتلكم من المرة الأولى، خميرة الحلوى باش ما يتنفخناش بزاف هذاك الكيش تاعنا في الليمون. هاو حبيباتي بعد ما رقيقنا العجينة تاعنا، نجيبو القوالب تاع الكيش. هاو كيف الطريقة المثلى حبيباتي، ما نحطوش العجينة على الواحد، بالعكس نحملها هكذا ونضع القوالب تحت. هاي حبيباتي ونضع القوالب تحت العجينة، ثم نبدأ في وضع العجينة جيدا في القوالب. هاو حبيباتي بعد ما قصينا العجينة على قد المول تاعنا، نبدأ نخدمه مليح مليح بهذه الطريقة. هكذا والزوائد نحيوها، وما ننسى بعد نثقبوا العجينه تاعنا. هاو حبيباتي جاتنا كميه لبس بها كما قلت لكم 10 قوالب تاع ليمول، وراح نعطيكم فكره واحده اخرى. عندي مول صغير كيف بقات شويه من العجينه درتها، وان شاء الله تعجبكم. نبدا الان في وضع الخليط تاعنا في القوالب هكذا. شفتوا حبيباتي الخليط تاعنا جا زاكي. هاو حبيباتي القوالب تاعنا حضروا، دركا ندخلوهم اللمسه الاخيره تاع الجبن المبشور هكذا، نحط فوقهم وندخلهم الى الفرن على درجه 180 درجه ونعود اليكم حبيباتي. هاو حبيباتي الكيش تاعنا بعد ما خرجته من الفرن، هاو الشكل تاعو كيف احمر، شعلته من فوق 3 دقائق او 5 دقائق حتى نذاب هذاك الجبن. نحطهم في صحن التقديم ونعود حبيباتي. هاو حبيباتي الوصفه تاعنا حضرت تاع اليوم لكيش بالدجاج، ان شاء الله تنال اعجابكم. صدقوني انها وصفه تستحق التجربه. نقطع لكم واحده امامكم حبيباتي، شوفوا كيفاش طريه والقوام تاعها هايل. ان شاء الله تعجبكم، وبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم وحبابكم، فعلوا الجرس حبيباتي حتى يصلكم كل جديد. صح رمضانكم، صح فطوركم، مع السلامه.